السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو سمدي. هالنهار إن شاء الله غادي نقدم لكم واحد الحلقة اللي في الحقيقة بغيت نشاركها معكم، وهو أن واحد المفاجأة وقعت لي، وهي أن أربع إناث كيولدوا في يوم واحد. يعني ما عمرها ما طرات لي، ولكن الحمد لله أن هاد الإناث فرحوني. يعني منين كنت حاسب لهم كانوا مختلفين في اليوم ديال التلقيح، ولكن سبحان الله هادو إناث بلديات، ندير بلديات راه ماشي بابيون، هادو غير كيشبهوا البابيون، يعني هما بلديات. ولقحتهم مع هذاك الذكر راه يعني بابيون رومي، وهما بلديات، هادو كلهم بلديات، والحمد لله انهم ولدوا فرحوني في يوم واحد. سبحان الله مع عمري ما وقعت لي بحال هاد الحاله، انهم يولدوا في يوم واحد، يعني فرحه كبيره ما تيقتش. ان قلبت الاولى لقيتها ولدت، الثانيه الثالثه الرابعه سبحان الله لقيتهم كلهم ولدوا. انتما غنتفحص معكم باش تشوفوا بعينيكم. انت هذه الاولى، انتما تبارك الله الا كيبانوا لكم، ها هي الاولى. انا باقي ما حسبتش العدد، ولكن هذه الاولى. بسم الله الحمد لله والشكر لله. كاين الثانيه، ها هي ثم الى كيبانوا لكم. انا باقي ما شفتش العدد باقي ما شفتوش، ولكن الحمد لله راهم كلهم والدات. يعني ها انتما كاين الاولى، انا مرقمهم 2 3 والرابعه. انا داير لهم هاد الكشات على حساب البرد، واخا ما كاينش البرد بزاف. ها انتما سبحان الله، ها هي هادي الثالثه، انا نوريكم الرابعه عاود اللي هي هادي. هادي ولدت شويه مع الثلاثه العشيه عاد ولدت. انتما الى كيبان لكم راه مخبياهم، ولكن راه ناتفه سبحان الله. يعني هاد الحلقه بغيت نخبركم باللي يعني شحال من نتوه انتما كتكون حاسبين لها عدد. بحال هادو النتوات، هادو هاد الجوج هادو تلقحوا يعني في مره، ولكن هادو تلقحوا معطلين، هادي وهادي تلقحوا معطلين، ولكن سبحان الله كلهم ولدوا في خطره. يعني ما عمرها ما وقعت لي هذا الحدث هذا، وهانتوما كتشوفوا يعني داكشي تسخير الله. يعني ماشي من لابد ما انكم يعني تلقحوا وتكونوا حاسبين، لان كاينه النتوه اللي بلديه ممكن انها تولد على 28 يوم، كاين اللي تولد على 33 يوم، ولكن هاد الحاله هذه في الحقيقه ما فهمتش انايا، مع عمرها ما توقعت لي هاد القضيه هذه، ان لقيت نتوات اللي والدين لي على 25 يوم. يعني هادوك الجوجات اللي من لهي راهم ولدوا لي على 25 يوم، يعني كانت بيناتهم 5 ايام، هادو ولدوا على 30 يوم، هادي وهادي، وهادو راهم ولدوا على 25 يوم. والاشاره ان هادو راهم صغارات، يعني هادي راه الام ديال هادي، هاد راه الام ديالها. هادو لا، هادو غير خواتات، هادو هادي غير خواتات. وسبحان الله يعني هاد الحلقة يعني منفردة، يعني حتى الطريقة باش ولدوا، يعني كلهم ولدوا مزيان، نقيت عليهم يعني الحوايج الأولى اللي خصنا نديرو لهم، وهو أننا نتهلاو شوية فيهم بالماكلة. التفاف ما يخطاش، التفاف ضروري، أنا راني درت لهم عطيتهم التفاف راهم كلاو حتى شبعوا. القضية الماء ديرو شوية ديال العسل، عسل عادي ماشي من لا ما يكونش عسل غالي، لا غير معلقه ديال العسل في كل اناء ديروها لهم. كاينه قضيه ديال النخاله ضروري انكم في الصباح تنوضوا بكري، هما كيبغوا النخاله بكري. النخاله ممكن تخلطوها لهم مع شويه ديال الماء سخون وتعطيوها لهم كتعجبهم، غير ما تكثروش، مهم القدر الكافي. دابا القضيه ديال التلقيح، نحاول انني نلقحهم في الليل، ان هذا الشيء يعني كيقولوه الناس الاولى، كيقول لك الا لقحتي في الليل كتولد في الليل. سبحان الله، يعني هذه ممكن ندير عليها حلقه خاصه، ولكن انا معلومه قلتها لكم، الا بغيتوا ان النتوه ديالكم تولد في الليل حاولوا انكم تلقحوها في الليل، الا لقحتوها في الصباح كتولد في الصباح، واخا كيدوز عليها يعني الشهر كامل، الوقيته اللي لقحتوها فيها كتولد فيها. انا دابا هادو غادي نصبر عليهم، انا ولدوا يعني في الليل البارح، يعني انا ملي نط في الصباح لقيتهم والدين. انا اش غادي ندير، غادي نخليهم حتى العشيه ان شاء الله، لان تكون داز ديك الساعه 12 ساعه،
يعني 12 ساعه كافيه انكم تلقحوا فيها عاوتاني. يعني منين تجي العشيه غادي نلقحهم، وسبحان الله كيولدوا في الليل، لان هادو تلقحوا نيت في الليل، ها هما ولدوا في الليل سبحان الله. اذا الحلقه ديالنا هي هذه، دعوا معنا ان هذا الخلفه يعني تصدق، وان شاء الله نتوسعوا في هذا المجال ديال الكروازي عاود، لانني دابا لقحت يعني الذكر رومي مع نتوات بلديات، راهم جابوا تقريبا نص نص، كي جابوا بابيون جابوا مخلطين. المهم الحمد لله ان الامور سلكت. دعيو معنا ان الخلفه تصدق، هاد الخلفات انهم يصدقوا. كنشكركم بزاف على التعاليق الطيبه ديالكم. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا، شاركوا معنا قناه غاديه بالدعم ديالكم. تكيو على زر جيم، ما تنساوناش بزر جيم باش تدعمونا، وتكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.